فيلم كفر نحوم لنادين لبكي برد عرضه مثل ما شفته بلبنان. هالفيلم اللي كان له حصه كبيره للاي ار تي او شبكه راديو وتلفزيون العرب بانتاج الفيلم. اهلا وسهلا استاذ او المخرج والمنتج فيليب عرق تنجي. هلا. اليوم بدنا نحكي عن معرض صور. نعم نعم. والاول في لبنان والثاني فينا نقول من بعد فرنسا. من بعد باريس. نعم. من بعد باريس. ليه حبيت اليوم تقدم صور مش فيلم؟ صار لي فترة باخذ صور بين فيلم وفيلم. نحن بتعرف المخرجين خاصة هاللي منجرب إن نعمل أفلام بتقدر توصل لبرا بناخذ سنتين ثلاثة أوقات بين فيلم والتاني، وهذا الشيء بياخذ كثير وقت، وبدك تبقي عم بالفن بدومين الفن وما توقفي. بقى باخذ كثير صور بس بجمعهم بحطهم على جنب، بجمعهم بحطهم على جنب، ومهودس اذا بدك ببيروت وبمدينتي، وصار لي فتره عم صورها والمرأة ومشبه بيروت بهيدا العرض الفوتوغرافي، مشبه بيروت للمرأة. وفي صديقة وكمان هي بروديوسر اجت شفت الصور وقالت لي حرام تخليهم على جنب، ليش ما بتعرضهم وبتفرجيهم؟ وقررت انه طلع هالصور من الارشيف، لانه مصور صور عن بيروت من 1980. مثل هاي الصوره اللي عم نشوفها هلا، هي سياحه التباريس، كنت عم بفرجي بيروت كيف كانت مشوهه او مغيره. اذا بدك انا الاتجاه اللي اخده انه بيروت ما زالت كل مالها عم تتغير، وما زالت عم تتغير وبتضل عم تتغير. وإذا بتشوفي بهالصورة في تراكتور عم بيشيل بيت قديم والقديمة. والحديث والقديم، كل صورة عم تخبر مثل المرأة قصة. عملتها حديث وقديم كمان. كمان إذا بدك هاي أنا عم صور بالثمانينات بيروت، لأنه عملت عرض فوتوغرافي وبذات الوقت انستليشن، يعني مرة صور فيديو عن بيروت من 1919 لقبل الحرب، بعد الحرب، واليوم، ومرقونا على ثلاثة سكرينز. هيدي حد المعرض الفوتوغرافي، مع المعرض الفوتوغرافي. اللي كنت عم بقوله انه المعرض الفوتوغرافي اللي عم عامله هو عن بحث عن بيروت كيف عم تتغير. يعني انا شخصيا انا وكنت صغير بعرف بيروت قبل الحرب بالاسواق، بعرف بيروت بعد الحرب، مع الحرب وما بعد الحرب. وإذا بتطلعي فيهم وبتشوف بتحطي الصور حد بعضها بتلاقي إنه ما وقفت تتغير بيروت، مثل هالمرأة اللي واحد بيضله راكد وراها وعم فتش عليها. بس بنفس الوقت حسيت بدك بيروت القديمة الحلوة. في نوستالجيا شوي بالصور، يعني ما بدك الدمار، في حنين، ما بدك بس مصور اثنين، مصور اثنين، مصور اثنين، في حنين بيروت القديمة وفي واقع بيروت جديد. يعني اليوم هاي الصورة منا صورة عم تحكي عن حنين، بتحكي عن أكثر واقع بيروت بس بطريقة فنية. واقع بيروت اللي هو في كتير صار في ألم عند الأشخاص إنه عم تطلع البنايات الشاهقة وبتغطي الأشياء الخضار وبتروح القديم وإلى آخره. لهيك سميته أوبسيشن لأنه هيدا اللي هي، يعني إذا بدك it's my obsession. بيروت هي بتضل. أنا سكنت فرنسا 16 سنة ورجعت مرتين، رجعت مرة ورجعت، رحت على فرنسا ورجعت، أجيت ما عم بعرف أتخلى عن بيروت. وبذات الوقت ما في يقلك إنه بحبها، وبذات الوقت في ما نحول كره، بس نوع من ال بحب تكون بعيدة عني بذات الوقت. يعني واحد love hate relationship نوعا ما. كره كتير قوية بالككلمة، بس إنه هي في نوع من الحب والكره بذات الوقت للمدينة. واضح بالصورة، يعني بتحبها بتكرهها بس بدك إياها على ذوقك. هيك يعني أنا عم شوف الصور حسيتهم كتير. وقديش حسيتهم بيشبهوا أفلامك؟ فيلمي الأخير يعني اسمعي اللي نزل بالصلاة سنة الماضية بيحكي كتير عن بيروت وعن أصوات بيروت. هو عن مهندس صوت بيخبر بيروت صاحبته تدفيق من الكوما. بعتقد في قرابة بين صوري وفيلمي اسمعي، بس مش الأفلام التانيين ما بيشبه أبدا بوستا، ولا بيشبه تحت القصف، ولا ميراث، ولا أفلام الوثائقية اللي عملتها. هنشوف تريلر ونرجع. أوكي.
من 19 ل 25 من 19 ل 25 باقي 6 ايام بس. في صور، في شيء 40 صوره حلوين من شيء الوفات، الصور مطلعها 40 صور، وفي انستليشن مثل ما قلت لك على ثلاث سكرينز. سكرين بتخبر بيروت من 1919، ارشيف ما بحياته حدا جابه، وارشيف من بعد الحرب، وارشيف اليوم، او مش ارشيف، تصوير اليوم. وزيت المحلات يعني ساحة النجمة، الأسواق، ساحة الشهداء، كلهم بترجع بتشوفي ملامح بيروت كيف كانت بعد الحرب، كيف كانت قبل الحرب، وكيف هي اليوم. قديش عم تشوفها عم تكون القصص سريعة؟ قديه عم تتغير عليك؟ عم بعتقد يعني إذا بظرف 100 سنة، يعني 1919 لليوم تقريبا 100 سنة، بظرف 100 سنة تغيرت خمس مرات. وتحت بيروت في ردم 8 بيروت او 7 بيروت اذا بدك، 7 بيروت، يعني تهدمت بيروت 7 مرات. بعتقد هي هويتها بيروت هي التغيير، ما في بيروت وحده، في عده بيروت. واليوم اذا طلعتي فيها كمان ما في بيروت، اليوم اكثر من قبل، لانه اليوم صرنا اكثر بكانتونات صغار. ولو ما كانت، كان في كانتونات بايامات الحرب، بس اليوم الكانتونات صارت موجودة بس ما في حيطان، ما في حيطان، ما في إذا بدك الحيطان هن هوس الحيطان، يعني it's virtual. لما عملت هالصور وعم تشوف بيروت، كل ما بتروح وبترجع على بيروت عم تتغير، شو بتتمنى كان يكون، أو كيف تتمنى الصورة كانت تكون لبيروت؟ لحلك التمني هو إنه عندك شيء ideal وبدك توصلي له. أنا نظرتي أكثر كشخص إثنولوجي أو بيشتغل بالوثائق، بالوثائقي. يعني أنا مش شغلتي أتمنى، شغلتي فرج الأشياء مثل ما هني. هلأ أكيد في حرقة، لأنه ما بحب بالبنايات الطوال هلأ عم بيطلعوا، أكيد ما بحبهم، بلاقيهم بشين وعم بيسببوا عنا عجقة سير كتير كبيرة، لأنه هيك بنايات بدهم طرقات مثل نيويورك، طرقات نيويورك كل طريق قد اللي بنسميه نحن اوتوستراد، عندنا يعني اربع لاينز. نحن عندنا طرقات فيهم لاين وحده وبيحطوا لك هالبنايات فوق وحده فوق الثانيه. اكيد البيوت القديمه اللي بتشوفيها بالصور اللي عنديها من 1919 بتطلعي فيها بتحزني، انه ضيعانك يا بيروت، ضيعانك كيف هدمناكي. بس بذات الوقت لاني من جاي من الوثائقي، لاني جاي يعني ما 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 بحكم، بشوف الاشياء مثل ما هي. عم بطلع وعم شوف انه اذا نحن بيروت يعني هويتنا قريبه من هويه مدينتنا، نحن ما وقفنا نتغير ونرجع نغير نفسنا، وهذا الشيء سلبي وايجابي بذات الوقت. لهيك اوبسيشن؟ لهيك اوبسيشن. من بعد معرض هالصور هلا رح تحتفظ فيهم؟ اكيد هن الصور للبيع، اذا بتحبي تشتري اهلا وسهلا فيكي وفينا نهديكي وحده كمان. رح تبيعهم من قلبك؟ ايه اكيد. ولا حابب تحتفظ بشيء لإلك؟ هلا بس بتبيعي صور، بتبيعي الصوره اربع مرات، فيك تبيعيها اربع مرات الصوره، وبتحتفظي بنسختين لإلك لأولادك، بوحدة لإلك إذا رحتي على متحف أو شيء. هيدول هن الأرقام، يعني أنا لي حق بأربعة ولي حق أخلي اثنين، وما لي حق من زيت الصورة أرجع أطبع وأطبع وأطبع، هذا بيصير ضد القانون إذا بدك، أو ضد الكونفنشنز بيني وبين هاللي عم بيشتري. وعندي كمان الانستليشن هاللي كمان عم بيعها، بس هاي الانستليشن ما فيها تروح غير لمتاحف أو لمؤسسات كبيرة. قديش بيفرق المعرض، افتتاح معرض عن افتتاح فيلم لفيليب هرقتنجي؟ الخوف هو ذاته، القلق هو ذاته. ما بخبي عليك، من تقريبا ثلاث اسابيع كنت خايف، لانه هون جزء من فيليب الحساس، يعني هون في يقول عن حالي فنان. قبل كمخرج ما بقول عن حالي فنان، لانه مخرج هو شخص بيعرف يخبر قصة، هو شخص بيعرف يخرج، بيعرف يحكي مع الممثلين، بيعرف يطلع أكثر شيء من الممثل، يعني مدير ممثل، يعني بيعرف يركب كاميرا، يعني بيعرف ينتج، لأنه بلبنان
كتار منا بينشوا وبيخرجوا وبيجيبوا السيناريو وبيعملوا كل شيء، يعني عدة مهن حط بعضها بيخليك تكوني مخرجة. بس الفنان ماشي، الفنان بيعمل لوحته وبيفرجيها، يعني كأني عم بفتح شيء من هون وعم فرجي الروح الشخص الحميم اللي ما بده كتير يفرجي عن حاله. رح تحرص انه يكون في سياسيين بالافتتاح او يجوا يحضروا المعرض ليشوفوا بيروت؟ ما يعني ما بفضل يجوا ناس بيفهموا بالفن. السياسيين لهلا عندنا ما كثير بيفهموا بالفن، لو بيفهموا بالفن كانوا فتحوا لنا وزارة ثقافة أهم بكثير من اللي عندنا إياها. بس ما حابب ترجع بيروت أو يشوفوا بيروت. بهالمعنى مبلا مبلا عزمت أستاذ زياد شبيب إن شاء الله يجي على المعرض، لأنه هو مسؤول عن بلدية بيروت وحابب إنه الأشخاص اللي عم يشتغلوا ببيروت يجوا يشوفوا المعرض، لأنه بعتقد ضروري يشوفوا كيف كانت بيروت وكيف صارت بيروت، يكون عندهم نظرة واقعية عن كيف تغيرت الأشياء. سألتك هالسؤال لأنه بهيك بأفكارك وبالصور ذكرتني لما بيكتب وليد بيك جنبلاط على تويتر عن بيروت القديمة والجديدة ويقول لهم حاج بقى تهدوا وتطلعوا بنايات حديثة، فحسيت لهيك سألتك السؤال عن السياسيين. الحرس على بيروت دعيت زوجته ست نورة، بعت ان شاء الله تجي ان شاء الله تجي، لانه هي كمان بتحب الفن وانا بعرفها كمان من زمان. بدي اتمنى لك التوفيق. ميرسي لكم، وان شاء الله بكون معرض على ذوقك واكثر وناطرينك. اي متى الفيلم؟ في هيك هلا عم بكتب من الله راد، سنت الجاي بصور وسنت اللي بعدها بفرجيكم فيه. قديش اخذ وقت معرض الصور بين باريس ولبنان؟ 8 سنين، 2010 كان اخر واحد. هل قد فرق؟ بس لانه مستحي فرجي صوري، بعتقد سنت الجاي وسنت اللي بعدها رح كمل فرجي صوري. ليه مستحي؟ مثل ما قلت لك، في شيء من الانتيم، شو بيقولوا الانتيم، في شيء من الانتمت، في شيء من الخصوصيه، او من الوقت الواحد الولد الصغير ما بده يفرجي اوضته. هيدي هي بعتقد الصور اللي عندي اياها. طب كيف تشجعت؟ الناس شجعوني، ناس شافوا الصور وقالوا لي فيليب ما فيك تخلي هيك صور كتير حلوين، ما فيك تخليهم على جنب. لأن عن جد حلوين. Thank you. شكرا لك وموفق. مرسي لك. شكرا. وتعودنا على نجاحك بالأفلام وإن شاء الله أكيد رح يكون نجاح أكبر بمعرض الصور الأول. أكيد بشرفني هيدا الشيء. شكرا. متابع مشاهدينا بعد الفاصل.